هلا في آخر أيامنا في محايل فن قط مهنة احترفتها المرأة السعودية العسيرية. موفدة العربية أحلام زارت متحف فاطمة الذي يحتوي على مئات القطع الخزفية المزخرفة بريشة القط الذي يظهر دور المرأة في أرشفة التاريخ. نتابع مع أحلام اليوم. بيوت من حجر تزينها حلي النساء، مهنة احترفتها المرأة العسيرية وحملتها بأيديها إلى العالمية. أنا أشتغل في فن القط ما يقارب 18 سنة، مدربة معتمدة، دربت ما يقارب 350 سيدة. ففي مطلع هذا العام يكمل فن القط أو الزيان عامه الثاني في منظمة اليونسكو التي تحتضن أول جدارية منه بريشة الألمعية فاطمة وأخريات ممن تبعوا خطوات المؤسسة فاطمة قحاص والتي يلقبونها بأم فاطمة. كانوا الناس منبهرين وعملنا ما شاء الله 22 متر لوحة، شاركنا ب 18 متر، والأخت الفنانة جميلة ماطر شاركت ب 10 متر أو 8 متر. المعيتنا التي نراها ترسم داخل مرسمها ومعهدها الخاص تطمح لتحويله إلى أكاديمية رسمية. كان متحفنا صغير تذكرين، وكسرنا جدران البيت حتى تعبنا فيه وغيرنا حتى أصبح يعني شبه جاليري صغير، ثم زاد الزوار من اهتمامهم به كسرنا حتى المجلس حتى أصبح متحف فاطمة. ويشاركها هذا الحلم زوج يرى أن كل ما ترسمه تحيف، أي تحفة من الجمال المطلق، فهي الزمان والمكان برمزيته التجريدية، وهي الأرياش والمحاريب والشبكة والعمرية. متحف فاطمة يحتوي على مئات القطع الخزفية المزخرفة بريشة القط الذي يظهر دور المرأة في أرشفة التاريخ المحلي بمنطقة عسير وضواحيها. أحلام اليعقوب، العربية. وتبقى معنا أيضا في ختام هذه الجولة من رجال المع موفدة العربية التحيفة أحلام اليعقوب، حياك الله. أحلام خليني أبدأ معك من والله التحيف يا خالد، هذه الأجواء العظيمة، يعني شوية الجو مطر والمنظر خرافي، نفسي ألتزم الصمت و بس خلينا ناخذ يعني فر بالكاميرا نشوف المناظر اللي جالسة أنت تحكي عنها لهالدرجة. خلاص ما تبغون نخلص اللقاء؟ لا أكيد أكيد أكيد، إحنا محظوظين جدا اليوم بهذه الإطلالة المميزة اللي كنا محتفظين فيها إلى ختام جولتنا اليوم، ولكن ما توقعنا أنها حتطلع بهذه الروعة الخرافية بكل المقاييس، لأن شوية رذاذ ومطر، فحياخذكم معانا المصور محمود تشوفون منها إطلالات وجوانب مختلفة. هذه الإطلالة بالتركيز أكبر هي تطل على القرية، قرية رجال المع، هذه القرية بالضبط، هذه هي القرية بشكل واضح اللي طلعنا معك فيها خالد، واللي قلنا أنها هي المرشحة لدخولها لليونسكو. جميل. طبعا هذه الجبال المحيطة في 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 القرية، هذا الطريق أيضا القرية يا محمود بشكل أوضح، هذا الطريق اللي يربط بين أبها وبين المحافظة، بين القرية ولا لا؟ هذا الطريق يعني فيه لسه عندك محايل، عندك الجرف، عندك أكثر من محافظات على الطريق لين توصل إلى أبها بطريق العقبة أو غيرها من الطرق الرئيسية، بس هذه نفسها هي القرية. ليه القرية؟ لأن هذه البيوت الأثرية الأصيلة اللي موجودة بشكل واضح واللي جننت العالم، عشان كذا تجينا اليونسكو وترشحت لليونسكو. لكن كهذه المنازل يعني حاليا ما في حولنا، لكن بالمقاطع اللي كنا مسجلينها خلال الأيام الماضية تشوف برضو نفس البنيان والعمران موزع على حفف الجبال أو داخل الأودية. والله الأجواء مرة رائعة، هذا هو فن تحسدي على وجودك فيها أحلام. أنا ودي أسألك عن جولتك أمس في متحف أبها مع فاطمة ومع علي غاوي، إيش كانت قصة هذا المتحف؟ ليش يعني قصتها يعني هي عاشقة لهذا الفن،
والأديب علي يعني معروف على الأقل تقدير في المنطقة وللمهتمين ببحث عن التراث وعن آداب المنطقة ومشجع أيضا للمرأة. فحبيت أن أخذ فاطمة كنموذج للمرأة المعية. يعني يمكن البعض يعتقد أنه المملكة لها خصوصية خاصة مع المرأة وتعاملها مع المرأة، ولكن في جوانب كثيرة المرأة تبرز يعني منذ سنوات طويلة وبعيدة، زي ما ذكرت في التقرير يعني هي شريكة باللون، لون القط وفن القط. طيب أنا أعرف أنه أو عندي معلومة ما أدري هي صحيحة ولا لا، أنه أصلا هذا المتحف كان يعني قائم على معاناة من الفاطمة، أنه هي فقدت أحد أبنائها في أحد. كنت أتهرب من هذه المعلومة. تشلون؟ يلا عاد أعطيه. عشان كذا تنهت بعمق. والله ما أعرف، يعني هي قصة تروى، ولكن يسامحوني إن إذا بذكرها للهوى، ولكن لأنها قصة عظيمة جدا. كان معها باهتماماتها وتأسيسها لهذا المتحف ابنها الله يرحمه ويغفر له، وتوفي على أحد الطرق اللي طبعا محيطة برجال ألمع. جلست على حسب روايتها اللي قالت لي إياها أمس 8 شهور ما تدخل المتحف، وكانت داخلة في مود أنها تبغى تعتزل كل شيء، ولكن رجعها الحنين إلى هذا الفن، ورجعها رغبة ولدها بتأسيس هذا المتحف تخليدا لذكرى، كما شاهدنا تحول إلى مرسم. جيد. تخليدا لذكرى بالضبط، اللي يمتد 5 إلى 3 المرسم والمتحف 5 سنوات. 3 أيام كنت أحلام في أبها في محايل، نزلتي وطلعتي ورحتي وجيتي وشرقتي وغربتي. أفضل الأماكن اللي أنت شفتيها، لو قلنا النتيجة اللي طلعت فيها من بعد هذه الزيارة القصيرة والجميلة واللي نحسدك عليها والله. النتيجة أي والله، بس كانت يعني بالنسبة لي شوية متعبة، لأن كنا نحاول نمتر المنطقة بشكل كبير عشان نطلع لكم أجود الصور وأجملها. طبعا اللي كان محظي وحصل فرصة أنه يلتقط أكبر عدد من السيلفي هم فريق العربية، وشوفوا الحين حنا على الهواء، شوف خلنا نشوف الشباب ومستمتعين ويصورون ومستانسين. السلام هذا الشباب. السلام. يعطيهم حتى المصور ما فوت السيلفي معهم. طيب اوكي يا احمد. فلا والله يعني شفنا اشياء مميزه وعظيمه، من الساحل الى الجبل الى الوادي، بكل ما تحمله الكلمه مميزه هذه المنطقه وتستحق الزياره والسياحه. بس تزيد الوزن يا احلام، ترى الزياره للجنوب حليد والعريكه صار 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 صار. اتجاوز السؤال الى سؤال اخر رجاء. طيب شكرا. لدرجه اقول قبل شوي، اقول اذا برجع بطلع الهواء لازم اجيب معي جلابيات، شكلي ما راح ينفعني اطلع الهواء من غير جلابيات. يعطيك العافيه، شكرا جزيلا، كانت زياره رائعه. احنا كمان كنا سعيدين ايضا بزيارتنا لرجال ألمع، مشاركه لهم طبعا، ان شاء الله نحتفل قريبا بانضمامها الى قائمه التراث العالمي اليونسكو. احلام اليعقوب، مفردة العربية من رجال المعركة.